أتحول إلى العقيد فايز الأسمر الباحث العسكري والاستراتيجي من غازي عنتاب. خلصت تعازي سيادة العقيد، لو تصف لنا المشهد الآن في غازي عنتاب. مساء الخير أخي الكريم، فعلا ليلة عصيبة مرت على سكان مدينة غازي عنتاب، حيث يعني أنا أتكلم من تجربة شخصية. أنا أعيش أنا وعائلتي في مدينة غازي عنتاب، استيقظنا فعلا على المباني وهي تتراقص، يعني فأصيب السكان بالهلع، هلع شديد يعني، ونزل غالبية السكان إلى الشوارع يعني حقيقة وإلى الساحات الفارغة من أجل تلافي أي دمار أو عدم الوقوع تحت الدمار الذي يخلفه الزلازل عادة. يعني حالة من الهلع الشديد أصيبت، وخاصة أن هذا الزلزال أتى في ساعات الفجر الأولى، الناس نيام واستيقظوا على اهتزاز هذه المباني. يعني أنا لاحظت كثير من أنا وعائلتي نزلنا إلى الشارع أيضا، ولاحظت أن الكثيرين حتى نزلوا بدون أحذية يعني في هذا الثلج القارس. يعني الآن أنا أكلمك من الشارع، حيث هبط كمان نزل المدنيون والسكان إلى الشوارع، لأن هناك حصلت هزة ارتدادية قبل خمسة تقريبا 10 إلى ربع ساعة حصلت هناك هزة. ما هي شدة هذه الهزة؟ نعم، شدة، تتحدث عن شدة وقوة هذه الهزة. خبر عاجل صدر منذ 10 دقائق، كانت الهزة بمقدار 7.2 أيضا، يعني هزة شديدة شعرنا بها قبل ربع ساعة. اهتزت أيضا الأبنية، ولكن الفترة الزمنية كانت لمدة 2 أو 3 أو 4 ثواني. أما في الهزة الأولى فجرا فقد استمرت أكثر من دقيقة ونصف، والأبنية تتراقص حقيقة أخي الكريم. يعني من شدة الهزة وطولها تتراقص الأبنية حقيقة. طيب، كان الله في العون سيد فايز، ولكن لو تصف لنا حجم الدمار الذي خلفه هذا الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم. بالتأكيد الدمار في بعض المناطق، دمار لبعض الأبنية، لا يوجد شوارع كاملة قد دمرت، هناك أبنية منفردة أو أبنية في بعض الشوارع نظراً يجوز أنه قدم البناء، أو هناك أمور عوامل جغرافية في البناء أو عوامل البناء فهبطت بعض الأبنية. أما أن يكون هناك أحياء بالكامل مدمرة، هذا لم ألحظه حقيقة في مدينة عنتاب. أما أيضاً هناك تضرر للمباني الأثرية، يعني قلعة عنتاب الأثرية أيضا حصل بها بعض الانهيارات. الأبنية، بعض الأبنية، بعض البيوت، بعض البنايات أصيبت أيضا بدمار كامل، ولكن على صفة الدمار لا نستطيع أن نقول أن هناك شوارع أو أبنية متلاصقة 4 أو 5 أو 6 مباني دمرت بالكامل. النتيجة الأكبر كانت في الشمال السوري حقيقة، هناك شوارع بالكامل ومناطق بالكامل أزيلت عن بكرة أميها، وهذا يعود بتعرف أنت مخلفات الحرب في المناطق التي استهدفت بمخلفات الحرب، إن كان بالقصف أو أصيبت بتصدعات، إن كان في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد أو في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وكان هناك عشوائية في الأبنية حتى من أجل تسكين السكان المهجرين. فإذا هناك سيد فايز، يعني قبل الحديث عن حجم المساعدات التي وصلت إلى منطقة غازي عنتاب، إحدى المناطق التي تضررت على أثر هذا الزلزال، أريد منك أن تحدثنا عن الحالة الإنسانية لسكان غازي عنتاب في هذا التوقيت. هناك تكاتف سكاني حقيقة، يعني ألاحظ أن السكان هناك تكاتف سكاني، بعض السكان يعني كثير من السكان الأطفال، تعرف أنه الآن أنا أتحدث إليك والثلج يتهاطل بشدة يعني في مدينة عنتاب، وأنا أتحدث. طب هل أمن لكم بدائل، سكن بديل مثلا سيد فايز؟ بالتأكيد هناك ساحات خصصت لجنة الطوارئ والكوارث في تركيا، خصصت ساحات وتجمعات أكثر من 8 ساحات ومناطق تجمعات يتوفر فيها الغذاء والماء من أجل المنكوبين أو من أجل الناس الذين يريدون يتجمعون
في هذه المناطق. بالتأكيد هناك نشاط ولاحظ نشاط بالنسبة لسيارات الإسعاف، سيارات الأطفاء، ولكن الشوارع حقيقة مكتظة نظر بالسيارات، سيارات المدنيين نظرا لهروبهم أو محاولة الذهاب إلى مناطق مفتوحة، فإذا هناك اكتظاظ بالسيارات. نعم. طيب سيد فايز، هل